أثير صدق ما لا تشاق بقتلك آخر دقيقة. الوقت حيخلص. لا بعد ربع ساعة. قل لك شان التبه الأصفر. جيب جدة ثاني جيب جدة ثاني. هذا مين النص؟ تعال نص النص. لا 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 لا. هذا حتوجه منه وتعصر. النوى وين النوى وين خليه جيب جدة وأكل. مستعد أكل. كده الطبق مالك. استاذ فلوس الراتب. أبو المولد قام يرمش بالجوزة. يعني شنطي يعني امثل سكيتشين باب المولده وش اسوي له؟ في مال لا دارين. اعزائي المشاهدين اعزائي المتابعين حلقه جديده من برنامج نجوم على نار. ما يهمني لا احمر ولا تركواز، ما طول عندي مطابخ طراز. هاي الحلقه حلقه مميزه جدا لان نجومها مخابيل، نجومها لاكفين كلش ولا طقه. راح ابدا وياكم بتقديم الفريق الاحمر. النجم بهذا الفريق هو حشون شاين هذا النجم مثل هواية شخصيات، جسد هواية كاركترات تعبني. أما نجمتنا إذا سلمت عليك تحير، ورا هذا السلام راح تضحك بوجهك لو راح تهفك بوكسيات اثنين. نجومنا بهذا الفريق النجمة جمانة كريم والنجم أثير كشكول. اي وبعدين روح لعب ختيلان بعد متعوب عليه هاي التقديم تدرين شنو متعوب يعني انت بابا ما تجوز كوميديا سكتشات تبوك دراما تبوك هذا برنامج استوديو علما تريد تبوك يعني لو الله خالقك ابو طبر ولا هاي العيشه بس احنا مقررين نبوق الكل من عرفت انه اثير وياي صراحه فرحت لانه مشتغلين احنا قبل سوا واعتبره صديق وشريك نجاح من عرفت انا وجمانه فريق واحد حزنت بس حزنت على الفريق المنافس، خطيئة ايش راح يصير بيهم؟ صباح الخير. اهلا وسهلا. شلونكم؟ تمام. ان شاء الله زينين. كلش. ترى مو بس تخافون انا هم اخوف. اذا نسيت ومطول لحية تراني كامل مفيد. انت تلوف من تخوف؟ انا نوش من اسبح بالدوش. لا تجادل عادل. اقلب شيشة مالك اي شيء. اقلب استكان مالك مكان. لا تلح ملح. لا تستلج. ها شنو على قميصك؟ ايوه. لعبني. مشهد يخبر هذا عن جمانة كلها تقول لي ايش تسوي بس انا ما لي علاقه هي تدفعك علي؟ اي مرات مو عيب هي تدفعك حبيبي احنا فريق واحد فضنا يلا قدم الضيف منو راح يقف قدامنا منو يعني؟ لا قبل ما اقدم الضيف عندنا هيك شي سالفه نسولفها صغيره اوكي؟ راح اسالك كم سؤال احنا طبعا نفس اختصاص المطبخ بما انه احنا برنامجنا طبخ سؤالي شنو علاقتك بالمطبخ اثير؟ طبعا كل الاسئله انا اعرفها بس انت تعرفوها مو اكل طبخ شنو علاقتك بالمطبخ علاقتي بالمطبخ مثل علاقه حموشي بالدايت ماكو علاقه اصلا ولا طاق بيضه يعني ولا سالق بيضه اسلق لا اسلق ولا بس مرات البيضه اسلقها يعني اعوفها وانساها وارجع ثاني يوم القى ماكو بيضه اصلا بس هسه انا وياك شو راح يخلص اليوم انت عيني شنو علاقتك بالمطبخ ما احبه بس اعرف اطبخ هواي اكلات واكلي كلش طيب مثل كل شيء تطبخين المطبخ الايطالي المطبخ العراقي المطبخ الصيني شوي واو احنا يعني الصين حبيبي انت لو مبلغيني بسالفه المطبخ الايطالي يعني كان حاجيت الشيف نسوي تشريب ايطالي ونسميه تشربيانو
ممكن أو, 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 أو تشريب محشي الأطراف. بس حنقدر نصنع من أي مواد أطيب أكلة وأكلة غريبة. أنا هاي الثقة الزايدة دائما تقلقني. قيمي نفسك كطباخة من 1 للـ10. 9.5. وهذا النص من مال عملة؟ يعني هذا للذوق العام. أنت ما بعد قلت ميح كل شيء ماكو شطة. لا نص ما لقيت حتى نصف. هذا صار. إيه عش عبوا نتلف من. يعني مال الجاي يعني مال القهوة. مسوي حادث في المطبخ قبل؟ حارق جدر قوري. إيه حارق هواي. مسولف لنا. يعني مرات عوف يعني قبل. إيه. مرة عفت على الصوبة. إيه. على الصوبة إحنا كنا حط الطاوة ورحت. إيه. وداير شوية زيت. ورحت وجا صديقي صاحني بالباب فضلت واقف اسولف وذا يقول لي شنو هالدخان من غرفتكم؟ والله والله ما ادري اخي ناس مهملين ما ادري والله يعرفون شغله من جد ادخل هالقد يعني انا ادري وتالي طلعت انت حارق البيت مو حارق البيت لا بس يعني وراها يعني شويه تاديبيه كنت بعدك انت يعني لا جت تديني هالطول يعني لا يعني شاب بعدك يستفزك فيها حتى يقلل ثقتك بس انت خليك انا شوف يعني مأمن رجاء بدون يعني مداخلات مسوي حوادث في المطبخ قبل حوادث لا بس طابخه ناسيه ملح ناسيه زيت ناسيه على النار وملح ناسيه تحطين ملح بالاكل اي بس حوادث لا لو مسوي حادث احسن هو اكلتك المفضله يعني اكلتي المفضله يعني اي اكله طيبه لا لا أكيد أكو أكلة من يعني هاي تشتهيها تحبها أو متكون على السفرة هي تكون الأولى ترند يعني يعني أنا أحب التمن باقلة ولبن إيه طبعاً يا لبن مواطن عراقي تقليدي تمن باقلة ولبن أوكي أكلتك المفضلة أكثر الأكلات يعني الدولمة البرياني المطبق سمك يعني تحبين كل أكل معكرونة إيه خلاص يعني ما عندي شكلة مفضلة عندي اكلات ما احبها لا ما تحبي هاي عوفي اي اوكي هاي كل نعمه الله عيب عليكم اي عيب اتحدى واحد يحب مرقه الشجر هسه هاي اهم مناشده واجمل مناشده مرقه الشجر طشه طشه مو طبيعيه طلع العراق كله ما يحب مرقه الشجر لا عاد امهات البيوت يعني حبيباتنا امهاتنا ان ما تطبخوا اذا هو طلع الشعب كله ما يحب مرقه الشجر يعني هو مشروع خيار مسوي مرقه بيتذكر المناشده والله اي والله صدق قولي لا ما يعني رسالة لكل الأمهات العراقية بكل الكاميرات لا تسوون مرقة شجر 22 احنا طبعا انتوا اكو فريق منافس الفريق الأزرق وهسه راح نرحب به هذا الفريق بنجم بالشاشة كلش غثيث ما ينجرع ما ينبلع بس ألف الحمد لله والشكر لما ندورنا عليه بالحياة الحقيقية طلع هم غثيث وما ينبلع أما النجمة فهي نجمة جميلة حلوة تخبل جميلة حتى قبل ما تجي للدنيا الفريق هذا مكون من النجمة شيماء رعد والنجم كعكي لا لا مالتنا لا اي حبيبي انا بقيتكم تسوي مالتنا لا تاخذها ما يصير هيك انا بقيتها لا اوسا مالتنا الحركه هاي تاليه هذا العمر كله تالي كعكي هذا تخليه بالشاي يموع هو بس لازم المقدم يكون محايد يعني زين. لا اكو واحده احلى ايه؟ بجنسيه كعكي وراها يطلع اسم شاي بوم قصبه قصفة؟ ما انت ابو الدهن ابو سمسم زين ابو سمسم شو يصير من عندك؟ كافي المخرج وين من هاي النكات؟ لا احنا غير ذن الشاي يا برمضان هذا بشرفكم ايدن الشاي من عرفت انا شيء ما فريق واحد كلش طمنت لان شكلها وهيئتها مال الام بيت معدله من عرفت انا وكعكي فريق واحد كلش فرحت لانه اكيد حتكون الحلقه يعني كلها ضحك صباح الخير شلونكم حبايب؟ شيماء شلونك؟ الحمد لله كعكي شلونك حبيبي؟ الحمد لله تمام احنا طبعا عندنا اسئله كلش محترفه ما بيها احراج وهي تخص الطبخ طبعا لان احنا برنامج مسابقات طبخ صح ما راح احرجك نهائيا كعكي اسمك الحقيقي شنو؟ ابراهيم زين ليش تضوج من ابراهيم؟ لا ما ضايج لا ابد ليش؟ بالعكس ابراهيم شو مره صحت لك ابراهيم من داريت لي ابراهيم مو يعني بس بقت امه وابويا بس يصحوا لك ابراهيم اي بس بالبيت يصحوا لك ابراهيم بس امه وابويا بس امك وابوك يعني الباقيين اصدقائك كلها كعكي اي كلها ثبت بعد كع
كعكي، شنو علاقتك بالطبخ؟ بالمطبخ بس مو أكل يعني طبخ. والله حلوة. أنت تطبخ لا ما تطبخ؟ طبعاً. يعني تمن مرقة. ما أنا عايش وحدي. تعيش وحدك؟ إيه فأني أطبخ الرز. عشان تقول أم أبوي سحولي إبراهيم؟ يعني معاشي قريبين علي. آه قريبين. بس أنت يعني. هي أمي تعلمني أصلاً يعني تقول لي هيك وهيك وأنا أسوي. وأنت تطبخ؟ شيماء أنت شنو علاقتك بالمطبخ؟ أنا ما عندي كل علاقة. خربتوا من زمان. لا ابد ابد ماك شيء. يعني اعرف اشياء بسيطه مثل يعني تمن اسوي. اي زين. اي مرق اعرف. اي يعني بس ما انك تمن واحده لازم اكو مرق. مرقه مثلا او لبن. ليش ناكل واحده عادي؟ كليتشه. لا كليتشه عافيه يعني مضبوطه. شنو تساعديهم ترى مصر هي تاكل تمن واحده من العجز مو من. يعني من عشرة إيش قد تقيمين نفسك كطباخة؟ ستة. ستة خمسة. خمسة. خمسة إيه. زاد لي تواضعك. نرجع الكعكي وقلت لك إحنا هنا أسئلتنا مهنية جدا. أعرف. وإلها علاقة بالطبخ. ده تمر بعلاقة عاطفية. ولا مقدم تنازلات. ولا مقدم تنازلات. كعكي مسوي حوادث في المطبخ؟ نعم. أنا مدى حقق وياك ونعم واسمك وسنك وعنوانك جاوبني. أنت 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 ممثل يعني أنت اسمك كعكي فلازم يسوي يعني أنت ممثل ومخرج وكاتب شو تصير بعد خاطر تعرف تجاوبني بس مداخلة هو دارة أعمال خريج دارة أعمال فجاوبتك مسوي حوادث احكي لي. إي ذاك اليوم دا أسوي شاي سويت شاي وتريقت وكملت هاي ورجعت القرية على المكان يعني وين ودي وطلعت رجعت تقريبا 12 ونص واحدة بالليل بعد النار على القوري والقوري مايع طبعا. انت حبيت تراجع على الماده الاوليه ردت تفحص من شنو مصنوع. لا سويت شاي هاي بعد خلاص. انت كل تخدير شاي تجيب قوري. اجيب قوري. هذا بالقوار القريب عليكم مستفاد من عندك طبعا. البيت ورا حوادث بالمطبخ شعدك. ليش انا طابخه يعني حتى سوي حادث؟ يعني لا طبخ لا حوادث لا يعني انسى شلون هو انه ينسى القورة الشاي. احب الشاي يعني كلش فانساه. احنا اكتشفنا انه الشعب العراقي اكثر شعب يستهلك قواري يحرقون اكثر مما يسوون شاي. شنو اكلتك المفضله؟ يعني البرياني العراقي ما بيها كشمش وهاي بدون بدون ذن هذا اطيب شيء. اطيب شيء. أنا ما أحب الكشمش. أنا ما أحب. لا أنا ما أحب الكشمش. البرياني بلا كشمش مثل الفواكه بلا مشمش. صحيح. عادي أكل فواكه بلا مشمش. مثل الحلويات بلا هاي يسموها تشتش. حلويات. شو اسمه؟ وحط لي بزالي. حط لي بزالي. لا بزالي حلو. أي أنا. شيل بزالي. خلاص. لا كشمش. خلاص لا ترجعوني الكامل مفيد. خلوني مقدم برامج مؤدب. أوكي. أوكي. هاي العراق أجلوه عندكم هواي عركات راح تصير يوم. أنا إن شاء الله راح أخرب علاقتكم. لا لا ودي. هاي الصداقة راح أنهيها. لا مو ودي إن شاء الله. أوكي. لا ودي. بطلع مو ودي. بطلع. أكلتك المفضلة؟ كل الأكلات تقريبا أحبها. كل الأكلات. أكل أحد عنده اعتراف كل الأكلات أحبها. لا يعني أكيد أكلة هاي أنت تشتهيها تحبيها. إذا تنحط على السفرة. أحب. ممكن مداخلة. لازم تسأل بيها ودي ليفري. أنا ودي ليفري. لا 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 ما أحبك للمطعم. اليوم كله قصف جبال. بس تحكين مكاني شو مدرجتي؟ ديليفري ديليفري. لا ما أحبك للبر. أوكي. شوف التطبيق. المفروض تقول يا مطعم تحبيه أكثر شيء. والله ما أعرف. خلاص ما أعرف ولا أروح. خلاص شباب. مو هالسنة والله حخليكم تتعاركون ولا يهمكم. وديها كلهم. الأكلة المفضلة شنو؟ شنو الشعبية مالتك؟ الدوم معاك. تعقل وحدة بيهم؟ انت عقل وحدة بالموجودين؟ ليش تشغلها؟ يا شي حلوة. هسه شفت؟ هسه والله العظيم شي حلوة وناسكة. والله العظيم ايش بيكم؟ خجلتني. أنا راح أذكر فيك يا يلا. يلا شو شو؟ أحب أكثر شيء الشوربة مال ماش. شوربة بس هاي شتوية. حتى بالصيف أحب آكل. حتى بالصيف. إي إي. زين تعلي السبلت ليش سموك كعكي او انت ليش سميت نفسك كعكي؟ والله هو صديقي طلع علي هذا اللقب. ليش؟ ما اعرف قال لي شبهك من كنت صغير وبقى. انت شايف الكعكي اللي بفتح يا سمسم؟ حاولت مره تسوي حبشه؟ افك حاولت تسوي مع العلم علاقتي مو قويه ويا الكعك. لا انت بس مره يعني جربت تجيب هيك مثل تسوي وقاعد. لا لا بس عندي دبابه ما انت سويت هاي الحركه لا تقول لا. أني؟ هاي جهاد كل إحنا كنا جهاد كان نحب كعكي من يسوي هيك ونظل نسوي بالبسكت ويضل يوقع هيك سويتيها أنت ملعونة. أنا دائما أسويها بس ما طقت. سويتيها؟
لا والله انت كل شيء ماكو. انا بالبسكوت وبالكعك. حاول ساعديني انا. شنو يعني شنو موقف بالقضيه صار كل السيء. ما احبه. خلي اشرح لكم فكره البرنامج. اوكي تمام. احنا طبعا برنامج طبخ بس مختلف شويه. هاي الغرف اللي وراكم اللي تشوفوها هاي معزوله من الصوت. اوكي الشباب راح يروحون يدخلون بهاي الغرف. هاي الغرف لا هم يسمعونه ولا احنا نسمعهم. راح يجي هنا الشيف عمر الشيف مالتنا راح يقول لكم شنو الاكل اللي راح نطبخها اليوم ويعطيكم مقاديرها ويشرح لكم طريقه عملها. اوكي اوكي انتم لازم تستوعبون سألوش قد ما تريدون تستوعبون الطبخه 100% وشنو يعني حتى عمليه السكب بيش راح تحطون الاكل هذا كله يشرح لكم اياه منطقتي. اوكي بس انتظروني شويه والله راح اعطيكم مجال حتى بس تشاتين واحدين في اللاب. اوكي بعدين الشباب راح يجون يرجعون هنا يمي انتم راح تتفضلون تدخلون لهاي الغرف راح يكون بيناتكم ايربيس سماعه انت تحكين هو يسمعك بس انت ما تسمعي هنا انت لازم توجهي وتفهمي شلون راح يطبخ هاي الطبخه من الصفر جيب الجدر حطه على النار حط الزيت حط الكذا مع الاسف مسكين انت يا شو اسوي لك هذا حظك او وقعت بشرف فاضي يا موجه قبل بس بالدليفري فوتي منه اكو براس شارعنا سواق يلا قريبه زين المهم راح يوجهوكم العمليات والخطوات مال الطبخ ينتهي وقت الطبخ اوكي راح نجيب الاكل نخليه هنا انتو اول ناس راح تبدون بتقييم الاكل راح نشد عيونكم والذوقون ما تعرفون لان انتو تطبخون نفس الاكله هذا الطبق مالتك لو الطبق مال منافس مالتك وتحكم بالاخير راح يجينا شيف عمر يوقف هنا بصفي راح ينطي النتيجه النهائيه منو فاز ومنو خسر بدك تشوف ايش قال منو فاز ومنو خسر من هسه من هسه تفضل يلا هاي الامثال تضرب ولا تقاس لا تقاس يلا لا راح تضرب راح تضرب هنا اليوم الامثال يلا تفضل الغرف يلا غير غرفتك انا اعلمك يلا ما يبدأ التحدي أتوقع إحنا نفوز لأن شيماء بظهري وأنا أعرف أطبخ قبل ما يبدأ التحدي يعني ما أعرف حاسة إنه حنخسر لأنه صراحة أنا مطبخ من عرفت فريقي باللون الأزرق ما هم من الموضوع لأن ما يهمني اللون يهمني الأداء فكرة البرنامج صراحة كلش حلوة وغريبة حبيت من عرفت فريقي باللون الأحمر فرحت وكان انطباعي يذكرني بالمرقة قبل ما نبدأ التحدي يعني عندي توقع إنه نفوز ليش؟ لأنه يعني أنا أعرف أطبخ فالمفروض أنطي التعليمات الصحيحة قبل اللي يبدأ التحدي نفوز أو نخسر مو مهم المهم نلعب لا كذي بريد نفوز أعزائي المشاهدين أعزائي المتابعين رجعنا وياكم من الفاصل مثل ما شرحت لكم قبل الفاصل هسه راح يجي الشيف عمر يشرح لكم أول شيء يقول لكم شنو الأكلة شنو مكوناتها وطريقة العمل شيف عمر شيف يخبل رائع جدا بس عنده مشكلة واحدة طوله مترتين ما شاء الله زين يعني أنا أول مرة أحس إنه أنا قصير من أوقف بصفه يعني من السلفينية لازم تباعي له هيش لي فوق هاي الشغلة كلش تغث مأذيتني نفسيا ما اعرف شو اسوي له تفضل حبيبي شيف عمر مساء الخير صباح الخير اي شيء حاول تلقى حل لنفسك العب عقله وهم اطول منك لا انا طول لا 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 هسه استافي اطول من استافك بابا وين خشم روحك حبيبي حبيب ما انا اقدم هيك اليوم وانت تلقى حل لنفسك وروح العب عقله القالك حل يا اخي انت ليش قصير؟ العب عقله وينك عقله على طولي بعد؟ ما اعرف روح القالك حل يعني انا طولي مترتين وخمسه وانت مترتين لا لا القى حل لنفسك وراح تبقى انا واقف اليوم؟ اشرح سولف للبنات يلا راح اشرح لكم الاكل اوكي اوكي الاكله مكونه من شغلتين نوع سلطه ونوع يعني اكل طبخ قام ما يعرف يحكي من سلطه من عندك قام ما يعرف يشرح نبدي بالسلطه جاجيك عادي لبن خيار
بس انا ما اريد اكله سهله. زميلك اللي ما يعرف يطبخ هو راح يطبخ. اسمعيني جاجيك مكوناته موجوده. يا ريت تعرفون شلون تكونوها. انا راح اشرح لك اياها. لبن، خيار، شويه ثوم، شويه زيت، زيت زيتون طبعا، ملح. نعناع يابس. لا هذا مو جاجيك. هذا رغبه. اعرف حتقولين نعناع. لا ما له علاقه بالجاجيك النعناع. الاكله الثانيه تمن تاتشينا اللي هو تمن بالجزر واللحم المفروم. عموما احنا الشيف هو راح يحدد الاكلات وانتم لازم تشتغلون حسب التعليمات اللي هو يوجهكم بها. تمن الجزر تمن التاتشينا. اوكي. تمن ينطبخ ويا كركم قليل يصير اصفر فاتح مو اصفر طخ. اصفر فاتح. اوكي. جزر مكعبات ينسلق. يدخل على صفحة طبعاً يتصفى يدخل على صفحة. أوكي. صير البصل ناعم. أوكي. ينحمس وراء اللحم ينحمس. عندنا جزر مستوي نضيفه فوقه. نحمسهم كلهم سوا. نحمسهم كلهم سوا طبعاً. فلفل أسود ملح اللي يريد يخلي ماجي ينكه النكهة اللي تعجبه إذا هو يعرف إنه شلون يطبخها. ورا ما نكمله تمن مستوي راح نصب التمن بصحن. أوكي. وهاي الحشوة تصير فوقها بطريقة نظامية بطريقة حلوة. يعني ما تريدهم يخطوها؟ لا 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 ما اريد اخطوها. مو اي يخطون هذه الحشوة على جهة وتمن على جهة. هاي طريقة التقديم ما اريدها خبط. حيكون اكو معون تقديم تلتزمون به. هاي يعني شغلة كلش ضرورية. احنا المعون احنا لازم نلتزم بالتدقيق مال الكلام. اي اي اي, 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 اي بكل شيء. واكو معون راح نخلي لكم اياه هنا تنبهوهم بالايربيس تقول لهم لا تروحون تجيبون معون من الكاونتر. اكو معون موجود يمكم تسكبون بيه الطبق. يعني معون للجاجيك ومعون للتمن موجود. زين يعني انا ما اقدر اضيف اقول لزميلي انه ما اقدر نضيف اي شغله منكهات او مطيبات. بهارات ضيفي الشكل نفسه لانه ضيف بهارات طعم. اوكي ضيف بهارات اللي تريديها. بس انتبهي البهارات اللي تضيفوها انا عندي طعم ببالي. إذا وصلتي يعني مو طعم يعني لازم 100% بس إذا وصلتي الطعم مقبول أوكي يجوز يتميز عن الطعم الثاني. أوكي يعني مو شغلة غريبة. المكونات لازم تكون نفسها. أما النكهة لازم نداريها. والله عنده ثقة يقول يتميز ويأشر على اليمنى. دبروها على اليمنى. هسا عندكم سؤال ثاني يعيد الشرح مرة ثانية. أعيد لك. إيه سريع سريع سريع. إيه. شيء عايدك التمن أصفر خفيف. التمن هذا إيه هذا واحد. الحشوة اللي الحشوة جزر ينسلق. إيه. بعدين البصل ناعم ينحمس اللحم ينحمس. إيه. يتنكه الجزر يجي ويا بعدين اللحم. الجزر مصفى مو هو المي مصفى. إيه. الجزر إيه. ينخلط ويا الحشوة. التمن ينصب هاي الحشوة تنصف فوقها بطريقة حلوة ويتزين الطبق بطريقة حلوة. أوكي حتلقون كل المواد وكل ما نفنه سويه القد نيمون حط مننا طماطاية هيك بعد التوب كيف. أوكي تمام فاهمين. انزل كافي عمر القصير تفضل. انزل راح أشتري لك بجيم نسوي لك عقلة لك وحدك. أوكي ما لك صار دول يجونا هيك بالبرنامج. أنا ما أعرف يعني خطية نفسيته تأثرة قام ما يعرف يشرح. يعني هو متعود هو طل واحد دقرته. أنا دقرته الشيف عمر. طبعا هسه انتم راح تتفضلون انت تدخلون الغرف. تفضل. اي اوكي واحد راح ينسحل هنا. انا كل شيء مداحس. لا عاد روح سوي مسحه ذا كعكي. هاي الروح الانهزاميه ما اريدها. روح قتال اريد. تعلقها تعال اطلع تعال وين بالمطبخ بالطبخ مو تتضاربون هنا. شنو بالحلة مال المدرسة هسه راح تبلش أهم فقرة بالحلقة اللي هي الطبخ. زين وإحنا هسه راح نروح نشوف شي يصير. وصلنا الأهم فقرة بالبرنامج. هنا راح يبين منو الطباخ الزين من الطباخ المو زين.
أحس أكو روح منافسة، أحس أكو قوة بالأداء. أنا متأكد الشباب راح يفاجئوني. لا تنسى إحنا أخوان يعني. لا ما دا أحس أي خوة بالموضوع. لا 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 دل فرح باوس أوس أثير أخوي، يعني مع احترام البنات بس إحنا ما يفرقون، إحنا ولد برنامج واحد. المهم هسه ما دام بدا يسمعونا إحنا قالبيهم. أوكي يا واحد أنت أخوي، أنت أخوي كعكي، أنت أخوي أثير. لا أنت أخوي يا شباب، أنت أخوي. لا أنت أخوي أثير احترمه. أرجع كل واحد يرجع لمكانه. بس دا أقول له أخوي يعني دات مثل هالشيء. هاي بعدنا ما بلشنا التوقيت اللي صارت بداية تبشر بخير. 5 4 3 2 1 ابدأ كعكي. شو أسوي؟ شنو الأكلة؟ تاتشينة مجاجة. شو تاتشينة؟ بلش بالتمة. تمة خلي جدر على النار. جدر على النار اوكي. خلي زيت، خلي زيت. تمة نسوي. انا عندي اهم شيء الدقة والتركيز. انا وياك دقة وتركيز حتى نطلع باحترافية اثير. طبعا يلا جاهزين. التركيز اول شيء شو نسوي؟ ومتعة. توتر لا تتوتر. انا اتوتر، انا اتوتر. بلشت كعكي؟ بلشت اي بلشت. زيت الزيت بلشت. خشبك ايش قطلع شو بيحكي. هلا لازم خلي الزيت. خلي مي اشوف، اشوف شويه اثير. اشوف شوفي هاي البصل. جوانح جوانح جوانح. اي هسه سولش بصل. جوانح اثير كثر ملح ما عليك. جوانح مو ثرم اثير. جوانح جوانح يعني بطول بطول بصل رفيع. اي 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 هاي ضيف عليه مي. ضيف عليه مي. مي شنو السالفه؟ بس لا ترسى هوايه يعني خليه شوي هيك فوق التمن. صار شر. لا تراوي بايدك هوايه. اشتغل بهدوء. خلي بقى شوية مي. لا تخلي هواية مي. لا كمل كله شرائح. حسب الراسين شرائح غير. سوي الجاجيك. جاجيك وبعد شنو؟ جاجيك خيار، خيار واللبن بعد. أكلتين بس أكلتين بس جاجيك هون. لحظة التم تسوي الجزر. الجزر خلي على النار سلقي. يا بين طباخة. برافو زيت. إيه أنا أنا أشوف. خلي من اقول لك اوقف اوقف. اوكي اعطيني الستوب. بعد 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 بعد. كف 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 كف. اوكي فريق كثير يسوون اكل خلطي. احمستش اللحم اول شيء. من يكون كعكي؟ من يكونون هذا اللحم؟ وين طاوه وين طاوه وين طاوه؟ خلي زيت. خلي زيت. زيت وين زيت؟ هذا زيت مو هو مي. زيت ومي. لا بس زيت. زيت زيت خلي. ايه و وبصل. بصل. بصل ناعم. لازم لعد اقصقص البصل. اطفي النار واقصقص بصل. ها شنو كعكي؟ ما يعرف يترم. ما يعرف ما يعرف ما يعرف. اثير ما يعرف يترم. اثير خلينا نركز بالطبخ. لا خلي نستفزهم. خلي الاستفزاز عفوي. هسه شلون لما اطشه؟ عافيه كعكي عافيه. استعجل قاعداني واعرف اطبخ وعايش وحدي. مو انا اكره البصل والطماطم بحياتي ما مدخل. لا شلون تطبخ هو الاكل كله بصل وطماطم؟ ليش ما اكل برجر ما بي ما يعرف ما يعرف. تاكل برجر دم. انتبه على اصابعك حبي اريدهن محتاجيهم بالموسم الجاي. كعك ايش دسوي؟ شيء ما صوت هي لعلح. اني اني زرفت اذني. طبعا شنو صار المنظر مال اللحم؟ اذني الانيقه اللي حتى الخوطه مالته انيقه. يا يا بس لا تعصبني خليك. يا كثر ملح ما عليك. انا بدي اغسل ما عليك. لا لا انا دا احس اكو واحد يعني دا يريد يور زميله. عيب منافسه شريفه. يعني بطشونه شريفه. شوي خجلان مني بالطاوله الحمراء. اجيب الطاوله. اسف على التحشيش يا جمانه. خليه يحمس البصل شويه. ايه خلي اللحم وراه. خلي اللحم. يعني بديت تشوي من نار حبي. الله شلون طباخاني. الله الله. انا نسيت. الله نسيت. هسه شو اسوي؟ قابل قدامكم نصي لباخ. نصي. انا عثير احسن طباخ. نصي. الله نصي. جيب جدر ثاني. جيب جدر ثاني. هذا مين ينصي؟ تعال وسن نصي. تعال اذا ما يشتغل اخوي. هاي نارك. تعال عندي عيني فارغه والله. البصل يتكرمل لو عوفه بيض. خليه يحمس شويه البصل. ايه احكي دب اللحم. ايه
ونصي نصي هذا العين الصغيرة الجذر الصغير نصي. ها هذا نصي. إيه هم نصي. هو أصلا ناصي أساسا. أوكي أوكي. وأنت مختار عين صغير. خليك على ذاك الجذر. أي. علي علي النار. علي النار. برافو رجع الجذر. خلي شوية زيت. أنت قولي لي أوقف. أي أشوف. كافي 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 كافي. كافي. تمام. خلي لي شوية كركم بالزيت. حمس البصل. إيه. خلي اللحم. خلي اللحم. شباب. أول عشر دقائق راح تنتهي يا شباب. أول عشر دقائق راح تنتهي يا حبايب. أول عشر دقائق راح تنتهي. أصبع الحركة اللي هي عيب واحد يسويها بس ما يخالف. أنا ما كان ببالي شيء أسوي بس على مود الوقت. التمن التمن واحد يستوي. وراها شو تسوي؟ حتسوي ما سمعك كاكي ما سمعك. هذا أبيض. إي إي. خلي كركم شوية. هذا شنو؟ كركم. لا 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 لا. على راح ما أدري شو. شو؟ هاي شنو الخاشوق اللي بيدك؟ مال شاي. مال شاي خلي ثلاث خواشيق. هم نوعا ما مسيطرين بس ما نعرف بالدقائق الجاية شنو ممكن يصير. زين هم دين بذون التعليمات بطريقة صحيحة لو غلط هم ما نعرف. والله احنا نعرف بس ما نقدر نحكي. بس باع الفرة بس باع مال مال المطاعم الشعبية باوع باوع. خلي ما جاء التمن. تبي تسوي تمن تقوله؟ جاي تسوي؟ ما جاء التمن. استوى التمن؟ ها؟ تمن استوى؟ تقريبا. خليه يستوي ايش تسوي؟ طارت اول عشرة يا شباب. دخلنا بالعشرة الثانية من الوقت. باقي لهم 19 دقيقة تقريبا. اي تايم اي 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 يلا 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 ماشي علاقة. التمن بعده ما مستوي شنو؟ إذا استوى نشفه نشفه من المي وخليه فوق اللحم وحمسه سوى. التمن؟ لا الجزر. الجزر. خلي هاي الحمرة كلها عبيها مي. الحمرة كلها عبيها مي. خلي ملح على الجزر. كف كف. باوع باوع. استوي. خلي خلي. أريد التمن شوية يصير فوقه مي شوية. شوية صار فوقه. شوية. أي. غطي غطي. القبغ وين يهل الرحم. القبغ وين. هذا مال. يعني هذا بشرفك. شكراً أوس أنا جداً ممنون من مساعدتك. لا شوف أنا التمن شكله معجن. بالمنطقة يسحوا لك كعكي عنبر. نعم. كعكي عنبر. ممكن النمبر. هذا شو مضغوط مني. اللحم استوى. إيه. طفي بما يستوي الجزر. أكفي أريد خاشوقة. وسوي الدجاجيك. أكو فريق دي يشتغل زين كإنجاز بس عدة مشكلة بالتعليمات ما تنفذها صح. هذا كمل. كمل خلاص. أسرع. 19 دقيقة. لا استوى اللحم طفي. لا يا بكعكي. لا يا بي ذوق ذوق عدوة شو اسمه. الله يعين الله يعين الله يعين اللي راح ياكل هذا الاكل. اتاكد من الجزر ناصي. الجزر ناصي منصي كلش. الله يعين اللي راح ياكل اكل كعكي. الله يعين عينك. الله يا اكل عزل لحم. طبعا كعكي كعكي ذوق اكله ويصيح عزل تمن عزل لحم مسوي اعلان النفس كعكي. مو اكو ثوم بالموضوع لو لا؟ ماكو ثوم. ماكو ثوم؟ ماكو ثوم. خلاص. ليمونه؟ غير هو قال جاجيك. جاجيك بس. طاسه، جيب طاسه. اجيب طاسه، نجيب طاسه، شنو؟ شنو اللي يمنعنا نجيب طاسه؟ الوقت حيخلص. لا بعد ربع ساعة يا معودة. 48 46 45 كافي كافي. ذكرني المراقب بالقاعه مال الامتحان. بالضبط. وقت نص ساعة وي وترك. بالضبط، هو هذا واجبي. هذا واجبي خاطر انتم ما تتورطون خاطر تعرفون الوقت مالتكم. وصل وصل الواجب. برافو سيلي عم دجاجك نعمله خش ملح. يا شباب 24 23 22 21 راح يصير نص الوقت. نص الوقت راح يصير يا شباب ننتبه.
ليمون شوي عصير. لا تخلي هواية ماي. غلط. ما سمعك كعكي ما سمعك. هذا أبيض. هذا التمن اصفر ما لكم احنا ابيض. قلنا شلون التمن اصفر. دايرنا داير الصح. داير حبني. اخر 10 دقائق. لبن موجود يمك؟ ياكو ايات هذا لبن. خوش لبن. ليمون شوي عصر؟ لا 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 لا. غلط. عندك ماعون احمر شويه اكبر؟ هذا هذا. هنا اكو خلل بسيط وهنا اكو خلل بسيط. لا اكو واحد من الفرق عنده خلل كبير يتربى بعزه ان شاء الله. يلا حبايب الشهد كافي 14 دقيقة بوقعتكم اقل من نص الوقت. لا لازم ما تتهاونون نهائيا. اصدقائي بدوا يضيعون، اصدقائي بدوا يتيهون، اثير عشرة العمر زميل النجاح بدا يضيع، كعكي اللي تعرفت عليه قبل سنتين ساعة السودة اللي تعرفت عليه عاوز خلصنا كافي. بدت امور اني مهمتي اني اشوش عليكم. لحظه نظف الماعون زين. بنظافه برافو. هسه نسوي نجيب اكبر كاسه. الكاسه وينها مال الدجاجين؟ خلي شويه اوسي حرك. عاوز حرك لي ما دام واقف حبيبي. هاي شنو هاي؟ ها سقطوا. ما علمت اي شيء، مجرد قلبت الجدر، تقدر قلب لك جدرك التامين. انا كملت قلبي. تشنش على زيت زيتون. خلي ملح وخلي عليه زيت بالاخير. ليفور. ما كمل. ملح ملح وين ملح وين ملح وين ملح؟ هنا. هاي صرنا تعادل، دليتك على شغله. يا شباب راح تدخلون باخر 10 دقائق. اخر 10 دقائق يا ربعي. الجزر خلاص؟ هاك اخوي هاي كم لا شكرا حبيبي. ممنون ابو ممنون ابو الكعك. خلص المي؟ اوه خلاص. بعد شوي ونا بعد شوي ونا. نصي 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 اخر شيء تمن. هسه انا منصي على اخر شيء. خليت زيت اخر شيء بعد. يا شباب باقي دقيقتين وتدخلون باخر 10 دقائق. نص سده بعد باقي دقيقتين بس. ابد لا تفتحها ابد. أنا ما حطيت ملح للتمن تدرين؟ لو حطينا حرك لي هاي اللي بيه جزر وبصل. ها هو الملح مال جزر وبصل هو راح ينزل على خلينا شوي. هاي الحركة غلط. هاي الحركة غلط. كثر لي شوية بعد حط لي كركم. اوكي. لأن البصل ياخذ الكركم. نذكر إنه احنا كافي نذكر منبه مو بس الشكل مهم. ثلاثة كركم؟ الطعم هم مهم. هسه مو وقت التزيين، لك عيني خلص لي هذا اللحم والجزر. عيني خلصنا. عندي 11 دقيقة. بس باعي الحركة. لا تباع أنت الحركة لك. بس حافظ لي على أصابعك، مو مهمة الحركة. ها ها. أوكي. حلقتين، كل حلقة سويها اثنين. أنا دا أرقص ودا أسوي. هذني القطعتين، لحظة، تخليهم قريبين على الزيت. هذا ها. راح ندخل. بآخر 10 دقائق. آخر 10 دقائق. واو فدوى الله لك فدوى. شباب ما أعرف ما يعرفون إنه هو قلب. لازم يبوك. طبعا نقلب طبعا. يبوك خاطر يعرف استوى. ما أريد يلزق بالجدر. ماكو شيء لازق عين. إحنا بروفيشنال. إحنا مو بس بالطبخ. إحنا بالتمثيل وبالطبخ. 9 8 7 6 5 أربعة ثلاثة اثنين واحد وآخر 10 دقائق. أنا منصي على آخر. أي برافو. أرجع. برافو برافو. أرجع القبال. آخر 10 دقائق. رجع. بس ينتهي الوقت أنا أقول لك ترفع إيدك. مثل امتحان شيء إيدك. أقول لك اللحم اللي خليته كان مسلوق لو ما مسلوق. لا ما مسلوق. أوكي. ها بكيفك يعني أنت دا تسوي؟ لا أنا شنو دوري هنا؟ بس أكفي. أوكي. وصلت وصلت. صوروا النهاية. جيبوا لي هاي. حركة هاي. واو. مش تمريحة المطبخ. لا ما عجبتني أنت. لا أمشي وشنو يا العين تأكل يا قلبي. ها بابا فلفل أسود أكو يمك فلفل أسود؟ إيه. برافو خلي على الخلطة فلفل أسود. زيادة خلي. باع الحركات باع الحركات اوس باع الحركات باع باع كعكي باع 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 باع. انا دا احشي جمونه ودا اعصر.
غالي استقر نصرت. النوى وين النوى؟ وين خليته بالجدر كثير؟ النوى مال الليمون عصرته بالجدر. النوى مال الليمون عصرته بالجدر. صار خليه طلعهن. خلص. راحن ما في كعك يكمل بس انت عندك وقت 6 دقائق. شايف ليمون؟ يعني هيك قطع صح. خفيفه خلي بالصحن مال التمن. هسه عوف الجدر هذا اللي تغطيه. اغطيه لو لا؟ اذا شاط التمن عليه. إيه؟ روح لي على التمن حرك لي حركه مرتبه. صح بعد حركه مرتبه. خلي هيك دقيقتين او ثلاثه هيك كليته من جوا لي فوق. 38 37 35 باصبعك شوف استويت اخر لو خمس دقائق بالوقت على جنب ايه بصبعك او ذوقها يقرقط؟ لا ما يقرقط؟ ابدا نصي 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 عندنا وقت عندنا انصشي هو انصشي نصي انصشي هو غطيه سده خليه تهدى بعدنا اربع دقائق واخر خاشوقه أربع دقائق وخل خاشوق أعرف الله دخلنا غطي. آخر خمس دقائق حرك هاي آخر خمس دقائق أثير وضعه صعب أثير وضعه متأزم لحد الآن ما صب شيء ما سكر شيء لحد هاي اللحظة أو صحن زين. واحد أثير أعتقد صار بمشكلة صحن الصب موجود يا لا أي ما التمة حركتها كافية سوري سوري وبدأ حسيت شوي صار شنو ذنبي خلص الطبخ ابقى واقف من تمر صديقي خلص طيب طيب اللحم كريسبي نازلي كريسبي للمنافسه يعني. اقول لك هو انا راح الملم قلبي كمل لا فوقنا ضيف معدل والله انت تاخذك ما تخسر عمي تاخذني ما لازم ما طلع مهر لا مقدم هاك شوف شوف دا يسوي نفس الطريقة مالتنا باوع باوع هذا سوى أصفر أقول لك أشو هذا التمن أصفر مالك ما إحنا أبيها أقول لك قل لك شو هذا التمن أصفر لا لا هو عادي عادي يصير لا لا عادي يصير يصير أبيض مو يصير أبيض ساعدني احد قال لك انا طباخه معلومات هو ما شيف نفسه ما ذكرتي لي هذا هو بده يحكي كعكي ممتاز جدا لكن ما كان بايد امينه لان التعليمات ما وصلت اي والله كنت بيت شيء ما مو امينه داير مداير الصحن وداير مداير حبني رتبته طبعا رتبته وربيته اخر دقيقتين 17 16 15 14 كافي كافي 13 كافي عوفه 12 اريدك بقى هذا ما خليته الحشو دقيقتين تعدله يا اثير تسويه بشكل متساوي دقيقتين يا اثير اها اها يا بلش بتسوي الزومات شنو هني لا تخلي هيك طالع منا ومنا لا هسه راح ينسى برافو اي قلبي شنو الجمال؟ أمرك الله شو تسوي؟ شنو الجمال؟ شنو؟ باوع هسه شنو؟ كثير بس 47 46 45 44 هسه شلون الطاسة شيلها على كيفك؟ راح يخلص وقتك أثير أثير إذا خلصت طف الجدر لا لا قلتني قلتني طف الجدور رجاءً هذه سيفتي على كيفك شيف قلتني بهدوء أصعب وين الشيف؟ أصعب شيء بالعالم قلتني سوي نفس هاي إي دا أشوف دا أشوف على كيفك اي اي حاره دير بالك اي اي وين الله تتفلش لا حبيبي ما اي مش على صح شويه من الحشوه خليها على الوجه ما تتمن خليها كامله كامله اخر دقيقه اثير جماله اخر دقيقه يا اثير كافي اثير اثير صدق ما لك شاقه بقت لك اخر دقيقه اثير يعني لازم تكمل شغلك طريقة حبيبي التقديم خليها على جنب بنانه على الوجه 57 56 اللي هو اني 55 54 50 ثانيه 53 48 47 راح ينتهي الوقت راح اثير كمل انا مسترخي ايش اسوي ارقص بالي انا حاليا اوقف التوقيت يعني اريد اطلع انا اريد اطلع اثير ما يعطيني نتيجه راح نستمر ابو وقف حبيبي انا مسترخي خلاص 32 30 ما تراجع نفسك انت ما تراجع نفسك لا 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 تراجع كملت لملمت اثير مرتب الصحن 20 19 18 17 كركم 16 انا عاد انام بين ما تكمل 15 انا مخلص لا انا اريد اعطيكم كل الوقت خاطر لا تتحججون باي شيء بعدين انا ما اتحجج طول عمري 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ليش نتراجع شباب نتراجع؟ لحظة نتراجع. أنا آخذ كلينس عادي. أخذ. شكراً. انتهى وقت الطبخ وهسه راح نروح فاصل ونرجع لكم لعملية التقييم اللي هي آخر شيء بحلقتنا هذا اليوم. ابقوا يانا. كاكي كطباخ أقيم يعني 1/10. شيء ما كمساعد طباخ أعطيها 10 تحت الصفر. جمانة كمساعد طباخ أقيمها 10/10. صراحة أقيم أثير 1,000,000/10 لأنه يعني أخذ الكلام اللي قلته خلينا نقول فت 95-98%. ورجعنا لكم من الفاصل. آخر فقرة بالبرنامج وبالحلقة هي الحكم على الأطباق. الشباب راح يذوقون الأطباق بس ما يعرفون هذا طبقة لو طبق خصمه. وبالأخير ورا ما يحكمون هم يجي دور الشيف القصير مالتنا شيف عمر مترتين لسانتيم يجي هو ينطي النتيجة النهائية. بس هالمرة راح انفضح لأن الشباب شالوا الخشبة اللي صعدت عليها قبل شوية. أوكي راح نبلش. بس ايش دعوه هالقضابه؟ شو شو اني اي اها ايون ذوقي مشكله حتى ما تقدر تغش وتباوع من جوا لان حد كعكي مد ايدك حبيبي مد ايدك مد ايدك يا قلبي هاي الخاشوقه استلمها باي طريقه تعجبك. المهم لا بدون تمثيل بدون تمثيل رجع لي الخاشوقه مو بي بصل انا عندي فوبيا من البصل. يلا ها شو تسوي امرك لله بس ما طيب هذا. انا ايش راح اجي اقول ما طيب علي وعلى اعدائي كلش ما طيب. كعكي الزم الطبق هذا الثاني ذوق ها تحاول تعبر ازمه البصل. هسه دي يلا عيني دي يلا بدل جنب بيتك. انت غير تنبهني على سالفة البصل قبل ما هذا شيء ما ايدك يعني ايدك ايدك ها شنو شو بس هم توكلهم يا ابو جايك السر انت مجال كعكي هذا الثاني خاطر يضيع طعم البصل شلون الزمها ايه مستاهل هالشيء اكيد هذا الطبق مالتنا هسه شنو بدك تاكل نكته بس تضحك شبيك والله زين هذا الثاني ما بيوصل اصلا شباب مو بيجزر هاي شلون احنا كعكي ما ياكل بصل ما ياكل جزر ياكل ارانب حبي هسه ميا هو افضل الطبق الاول لو الثاني شيء ما لا الاول الاول مالتهم صغار كعكي الاول لو الثاني اشيله اشيله ثاني لا صبري ليش ما عندك ضمير عيوني صبري صبري صار باري انا ما ادري وياه الطبق الاول ما ابقى شيء ما يعني انا من اقول لك سوي فلان يلا ايدك ايدك انا قريب انا قريب اها اها قلت لي قلت لي شيء ما قلت لي ايش بالكركم بتشكر لحظه خلي تتذوق خلي يخلص البرنامج اثير ايدك ايدك حبيبي ايدك أوكي. أثير طيني الخاشوقة مالتك حبيبي جمانة إيدك 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 أكيد من سوت هذا الطبق مالتهم مو أثير إيدك 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 إيش راح تسوي هذا لا هذا لا أوكي طبعا لا هذا لا طبعا قابل إيه هاي شكو هاي شكو هاي شكو هاي بالقرآن مدى أشوف انطيني هاي شكو هاي شنو هالطبق الثاني ايش عوش؟ أثير يعني أنتوا رشحتوا طبقكم وأنتوا رشحتوا طبقكم ننزع ذني نخلص معدهن. هسه يتفضل الشيف عمر خاطر هو يقيم. صفقة للشيف! هاي قلت صفقة للشيف. لو ما تفيد هاي السوالف. مرحبا. شنو؟ ليش هيك؟ منو شال الخشبة؟ قطع راتب. أنا طول الممثل بالعراق. وإذا قطعة قطعة قطعة، أول مرة تصير بالعالم واحد يقطعون قطعتين. منو شال الخشبة؟
حبيبي شيف. يلا شيف. شيف انت راح تذوق؟ هسه اخي خليه هو ماذا؟ شنو؟ انا ايش قلت لك؟ قلت لي؟ يعني حاط لك معون. وقلت لك لا تلعب بغير شيء. صدق؟ وقلت لك بالمعون يعني. منطقية منطقية الدجاجيك يتقدم بمعون؟ انت شاريه. كيف؟ انت بس تباع الفرق بين الكية والجي كلاس. ما فرق هذا اصفر هذا ابيض. اي جي كلاس. لا هاي جي كلاس. هسه خلنا نذوق. ذوق حبيبي ذوق. هو هم الطعام اللي دور انا ما ادري شو اوف 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 في خطيه خطيه الله يكون بعونه بالخاشوق الثاني الله يكون بعونه هل اذوق انا همينه شوف الاقبال علينا باوع لا هم طيب بس شنو الناقصه ناقصه ملح احنا ناقصه ملح ناقص وين باع ملح كل شيء اقول لك خلي ملح احنا ناقصه شويه نعرفك من عارك ملح بس ملح لا ما تعارك فدوى ملح بس ملح عادي ناقص طيبه قلب تبتي القلب مرجوع سما وارض لان بعد الملمس اكو ملمس حركه ليش شنو ليش شنو يفشلك منك لا 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 ليش شنو يفشلك منك الحشوه الطراوه اللي بيها انت طبعا انت هسه المنظر اوكي ناشفه يابسه مال فوق هذا جاجيك العجوزي اسمه هذا المميز هاي مال فوق حبيبي المهم فن اكو انت قوم مسوي لي مخلمه مال بيض يا معلم مشروع مخلمه هذا وقت هذا الجاجيك وقت هذا وقت هذا اوكي هسه شنو النتيجه النتيجه زين خلنا ابوك حبه هذا مو الحكي نبي اصلا حتى الطعم مو الحكي حتى الطعم لا بس اللون شيف بس زين كطريقه لا 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 كطريقه كطريقه بعد لا تسويها ونصيحه لوجه الله للطب مطبخ ابقى برا المطبخ حبيبي تمثيل حلو ترى خوش مجال اسمع مني انت نجحت بالتمثيل جاوبك على هالسوالف ابقى جوعان غير اطبخ بس انا دزك اكل بس اطب مطبخ بس العلم اثير اول مره لا مو اثير اكيد اللي علمه صح استلم القياده تيم استاذ او استاذ تعلم خبل يعني انا لحظه لحظه لا تشوشون خلي يحكي الشيف عيد الجمله هو قال كلش طيب شنو ما اسم ما انت معك لا قلنا طيب ما يمكن الطيب شنو الميزه البي شيف انت وين انه انه بي كركم بي جوسي هو هذا الصحيح جوسي انت عندك جوسي ما جا وياك ما جا وياك جوسي لو قايل له جوسي شو سويته الفريق الاحمر هو الفائز صفقوا خلعوا الكاميرا الرياضيه رجع بعد كوكو اشياء شكرا شيف حبيبي استاذ حبيبي زين بالنسبه للجاج شكرا جزيلا رايي بالنتيجه عادله لان احنا الاقوى رايي بالنتيجه عادل النتيجه بصراحه كانت عادله لانه يعني طبخنا احنا كان ابدا ما طيب النتيجه الصراحه كانت بيرفكت يعني راضيه تقريبا الكل راضي وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم وكنا نقول باي باي نجيني حبايب باي باي بروح رياضية باي باي مو روح رياضية